أهلا عزيزتي المشاهدة، اليوم راح نسوي الأكلة التركية إسكندر. نحتاج لهذه الأكلة شاورما أو قص وخبز من سويته بحلقة ماضية، ولبن وطماط صوص. هسه أشوف لك طريقة العمل والمقادير. اليوم راح نسوي أكلة تركية وهي كباب إسكندر. اللي احتاجه للكباب اسكندر هو عندي هنا الشاورما او القص، هذا جاهز اشتريته، هسه اخليه بالفرن. احتاج خبز تركي، هذا اللي سويته بحلقة سابقة، هسه اقطعه مكعبات. احتاج عصير طماطة حوالي 450 غرام، احتاج ثوم، احتاج فلفل اسود، زيت الزيتون، هذا أرشه على الخبز. هسه راح أبدي أحضر عصير الطماطة. أول شي أخليه على نار هادئة مع الثوم والملح والفلفل الأسود وأغلي شوية. هسه راح وأخلي هذا الكباب أو القص أو الشاورما أخليه بالفرن. هذا هو عصير الطماطة، خليته على النار. راح أضيف له شوية ملح، قليل من الملح، أضيف له الفلفل الأسود، ملعقة كوب فلفل أسود، أضيف له الثوم اللي طحنته أو ثرمته، وأخليها على نار هادئة تغلي، يغلي هذا الصوص اللي دا أحضر الأكلة. إلى أن ما يغلي هذا الصوص راح أقطع الخبز إلى مكعبات وأجهزه. أكلة لذيذة وسهلة وسريعة. زيستي مثل ما تشوفين قطعت الخبز مكعبات كله بهذا الشكل. هسه راح أرش له الزيت الزيتون رشة، وأخلي له قليل من هذا الطماط صوص اللي سويته هالشكل، أضيفه عليه. بعدين راح أخذ القص أو الشاورما اللي سويتها، راح أخليها عليه أيضا. وأضيف له أيضا عصير الطماطة اللي فورته، الصوص اللي سويته أضيفه عليه بهاي الطريقة. بعدين عندي هنا اللبن وعندي ثوم طحنته، راح أضيف الثوم على اللبن. راح أجيب اللبن أخليه بالجوانب للي يحب لبن يأكل هالشكل، بهاي الطريقة. عزيزتي هي هاي أكلتنا التركية اسكندر، أتمنى تعجبك هذه الأكلة وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.